ونشكره ونستعين ونستغفره، ثم أفضل الصلاة وأتم التسليم على من بعث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nearly 10 months ago, I was standing beneath the dome of Al-Abbas Shrine. Nearly 10 months ago, I was standing beneath the dome of Al-Abbas Shrine, and it felt like I was standing before a king, a fierce, gentle, noble king. There was gold at his feet, people begging at his door, and those rubbing their cheeks against his very doorstep. There, and in that moment, I opened a book and found this narration I want to share with you all. It is narrated that Imam Ali Zain al-Abidin alayhi salam has said, speaking of his uncle Al-Abbas, he, Al-Abbas, sacrificed himself for his brother until his arms were cut. And so Allah subhanahu wa ta'ala replaced them for him with wings that he flies in paradise with the angels. Tonight, as in every night, Al-Abbas flies amongst the angels. Yet what makes tonight special is that he welcomes you to his home. Here, Mawqib Al-Abbas, his wings fluttering and greeting you, recording your every breath. And so, with his coming, we beautify this gathering tonight with the blessed words of Allah subhanahu wa ta'ala, recited by the servant of Al-Abbas, Qari' Zuhair Husayni. Please help me welcome him with a loud salawat ala Muhammadin wa Ali Muhammad. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما
ستة أيام وما مسنا من فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مس سنا من الغروب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع 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 يوم ينادي المنادي من مكان قريب
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشق قُلْ الْعَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يقولون وما أنت عليهم بجبار. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. If I can kindly request from you all to stand for the visitation of Al-Abbas عليه السلام, and let us face his blessed shrine towards the Qibla, inshallah, that way. بعد الصلاة على محمد وآل محمد.
صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعنت فنعم عقبى الدار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. أحسنتم، جزاكم الله خير، تقبل الله أعمالكم. A few announcements before we continue, inshallah. As we've been asking in the previous nights, if you can use your phones, inshallah, and please follow the Mainstay Foundation on Instagram or on Facebook too, we'd really appreciate it, and that's a way for us to stay connected, inshallah, together throughout the program and after it. We also would like and would really appreciate it if you could participate with us in a survey. This survey is meant to understand your wants for the program, your ideas for the program, and to also have your input in this program, because this program is for you and by you, inshallah. And also, if you can take out your phones, open the camera app, and if you put your camera towards the screens, and you face it towards the QR code, a link should pop up for you to take the survey. So feel free to take the survey right now, or if you'd like to after the program, there's cards you can grab outside near the merchandise, and those have the QR code too you can take home, and we'd really appreciate it, inshallah, we'd love to hear from all of you. Thank you. Also, during the Latum, inshallah, during the eulogy, we will all be participating as one unit. So we ask you all in spirit of that to be wearing black shirts. That way we can have a very beautiful scene, inshallah. And if you're not wearing black shirts, we have black shirts. Please feel free to borrow outside in the hall. And if you'd like to borrow them. And also if you'd also like to buy them, we have a lot of merchandise outside and shirts too. So you can either borrow shirts or buy whatever you want, inshallah. We really appreciate it.
صلوا على محمد وآل محمد. We are here on this night to commemorate the moon of the Hashemites, the backbone of his brother Hussein, the lion and the son of the lion, none other than our Mawla, our master, Abu al-Fadl al-Abbas ibn Amir al-Mu'mineen alayhi salam. For his love, please give a loud salawat. Insha'Allah, we will commemorate his valiant stand both with our presence and alongside his eminence, Fadilat al-Allama Sayyid Ali al-Qadi al-Tabtabai, who will be educating us and giving us words of wisdom in the Arabic language, followed by our teacher and brother Sayyid Abadar Tajuddin with an English lecture. He will also be reciting a majlis, an elegy. And following that, we have the respected reciter with his beautiful voice, Sayyid Baha al-Musawi. And inshallah, after that, we have a meal together on the soul and for the blessed soul and as a gift from the soul of Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salam. أترككم مع فضيلة العلامة السيد علي القاضي الطبطبائي. استقبلوه معي بالصلاة على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه في طف كربلاء. جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. قال الله تعالى في محكم كتابه: والصدق قوله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية الكريمة تبين لنا الهدف من خلقة الجن والإنس. فالإنسان في هذه الدنيا أولاً لم يخلق عبثاً، وإنما خلق من أجل هدف، وخلق لهدف وغاية، فلم يخلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا عبثاً. هذا أولاً. ثانياً، الهدف والغاية من خلقة الإنسان وكذلك خلقة الجن هو العبادة، فلم يخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ليكون مثلاً ثرياً أو ليكون سعيداً
أو ليكون جميلاً أو ليكون أي شيء آخر، وإنما خلقه ليكون عبداً لله سبحانه وتعالى. فكلما اقترب الإنسان من هذا الهدف، وكلما حقق مقدار من العبادة من عبادة الله سبحانه وتعالى، كان أقرب لله سبحانه وتعالى، لأنه قد حقق الهدف والغاية المطلوبة منه. مثل الطالب في المدرسة، الطالب يدخل المدرسة بأي غاية؟ بغاية التعلم، ما يدخل بغاية اللعب مثلا، أو غاية تحصيل الأصدقاء، أو غاية تقضية الوقت، وإنما يدخل إلى المدرسة من أجل أن يحصل على العلم. ولذا نجد أن في الامتحانات في آخر السنة، كلما حصل على علم أكثر يكون متفوقا، يكون يحصل على جائزة، يعلن أنه الأول، وهكذا يقاس على أساس تحصيل للعلم، لأنه دخل بهذه الغاية، فكلما حصل أكثر يكون أقرب أكثر. فالله سبحانه وتعالى أدخلنا إلى هذه الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل العبادة، من أجل أن نكون عبيدا له سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان أكثر عبودية لله سبحانه وتعالى، كان أقرب إليه. ولذا نجد القرآن الكريم يتحدث عن الأنبياء الدرجة الأولى بأنهم عبيد. يقول جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وكذلك يتكلم عن باقي الأنبياء ويقول بأنهم عباد له. نجد مثلا في قصة يوسف الصديق، حينما يتحدث القرآن عن هذه القصة المفصلة، يقول: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من ماذا؟ مو من أنبيائنا، ولا إنه من، إنه ماذا؟ إنه من عبادنا الصالح. هذا وسام الله سبحانه وتعالى يعطيه للإنسان بأن يكون عبدا من عبيده. سليمان، نبي الله سليمان الذي سخر إليه كل شيء، القرآن الكريم يتحدث عنه، يقول: حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. يعني جنود سليمان كانوا مو فقط الإنس، لا، جنوده إنس جن طير، كلهم تحت اختياره، كلهم تحت أمره. ثم حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ثم تحرك بهذا الجيش الجرار، بهذا الجيش العظيم اللي بإنس وبجن وبطير سليمان، حتى إذا أتوا على وادي النمل، وادي كان فيه نمل، يسكن فيه النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لأن جيش عظيم، النمل بالنسبة إلى لا شيء، فقد يحطم النمل في طريقه. سليمان هنا ماذا؟ فهم كلام النملة، يعني عنده قدرات وقابليات خاصة بحيث يفهم كلام النمل.
مضافاً على جيش هذا العظيم. هذا من خلال هذا نعرف منزلة سليمان عند الله سبحانه وتعالى. فماذا صنع سليمان لما سمع كلام النملة وفهمه؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي بحيث أعطيتني هذه القابلية هذه الطاقة أن أفهم كلام النملة ولا أعتدي عليها ولا أظلمها. زين، سليمان بكل هذه القابلية والطاقة ماذا يدعو؟ وأن أعمل صالحا ترضاه بعد، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فسليمان بهذه الطاقة، سليمان بهذه القابلية العظيمة، ويطلب ماذا؟ ويطلب أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعرف من خلال هذه المنزلة العظيمة لأن يكون الإنسان عبدا لله. لذا نحن المسلمون، كل المسلمين في التشهد ماذا نقول؟ تشهد الصلاة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني العبد أهم من الرسول. أشهد أن محمدا عبده أولا ثم رسوله. فالإنسان في هذه الدنيا يعمل من أجل ماذا؟ هدفه لازم شي يكون، يجمع الثراء، يجمع أموال، يحصل جمال، يحصل جاه، يحصل مقام. لا، هذا كله مو مهم، لأن ما خلق من أجل هذا. سيكون مثل الطالب الذي يدخل إلى المدرسة من أجل أن يحصل أصدقاء، بلا هدف. فتشوفه يتلف سنة كاملة من عمره بلا نتيجة، لأن هو دخل إلى المدرسة من أجل ماذا؟ أن يحصل العلم، لا من أجل أن يحصل أصدقاء، ولا من أجل أن يحصل أن يلعب. فالإنسان في هذه الدنيا لازم يكون يسعى من أجل أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. هو السؤال هنا، كيف نكون عبادا لله سبحانه وتعالى؟ بماذا نحصل على هذه المنزلة، على هذه المرتبة؟ القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يأمرنا بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. أولي الأمر من؟ أيضا القرآن الكريم يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يؤتون الزكاة يعني شنو هنا؟ يعني يتصدقون. الزكاة هنا بمعنى الصدقة. فولينا من؟ الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولا يوجد أحد تصدق وهو راكع إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوا على محمد وآل محمد. فأمير المؤمنين عليه السلام هو ولي الأمر، وأهل بيته طبعا أبناء الأئمة. فإذا القرآن الكريم أمرنا بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أهل البيت عليهم السلام. الإنسان إذا حقق طاعة هؤلاء، الطاعة الكاملة
الطاعة التامة، أطاع الله وأطاع الرسول وأطاع أولي الأمر، شحقق يكون حينئذ عبدا لله سبحانه وتعالى، يحقق العبودية. زين، عرفنا أن كيف نكون عبادا لله، نكون عبادا بماذا؟ بالطاعة. وهنا يأتي سؤال آخر، كيف نطيع هؤلاء؟ بعدها ما انحلت المشكلة، فهمنا أن كيف أن العبادة مهمة وكيف نكون عبيدا بالطاعة، ولكن كيف نطيع هؤلاء؟ هل الطاعة هي فقط الصلاة والصوم والزكاة وحج وخمس وهذه الأمور؟ لو لا، أكو شيء آخر. فإذا كانت هي الصلاة وصوم وحج وكذا، فالإنسان أنتم تقولون لازم يكون عبد لله، فيترك حياته ويترك معاشه ويترك عمله ويترك دنياه ويتوجه فقط إلى محراب الصلاة، يقوم الليل ويصوم النهار، حتى شي يصير؟ حتى يطيع الله والرسول وأولي الأمر، وحتى بعد ذلك يكون عبدا لله؟ هل هذا المطلوب من عندنا؟ أقول لا. الصلاة والصوم والحج والزكاة وأمثالها من الواجبات هي أفضل الطرق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وأفضل الأشياء التي تتحقق بها طاعة الله والرسول وأولي الأمر، لكن ليست منحصرة بهذه. لابد أن نرجع إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية الشريفة وأحاديث أهل البيت عليهم السلام، حتى نعرف كيف نطيعهم. هل نطيعهم بخصوص العبادات المعروفة أو أن هناك شيئاً آخر؟ بالمرور السريع، ما يحتاج دقة زايدة وبحث زايد، مرور سريع نجد أن مفردات كثيرة حددها أهل البيت عليهم السلام تحقق الطاعة لهم وتحقق عبادة الله سبحانه وتعالى. مثلاً روي عنهم أن جهاد المرأة، جهاد المرأة ماذا؟ حسن التبعل، يعني رعاية الزوج، مداراة الزوج. فالمرأة التي ترعى زوجها تحسن التبعل، البعل يعني الزوج، هذا ماذا يحسب لها؟ جهاد. مثلا نجد أن طلب العلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا وإن الله يحب بغاة العلم. فطلب العلم بنفسه ممكن يتحول إلى عبادة. عن أبي جعفر عليه السلام الباقر يقول: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. فعالم واحد ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. فالإنسان العبادة المحضة، الصلاة المحضة من دون علم ما تنفعه، يحتاج معها العلم. مع العلم يكون العالم الواحد أفضل من 70,000 عابد. هذا جانب. نجي إلى جانب آخر، أهل البيت عليهم السلام يشجعون على العمل، طلب الرزق الحلال، يقولون: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، الذي يعمل من أجل لقمة العيش، من أجل أن يجلب إلى أهله، إلى بيته لقمة حلال، هذا كالمجاهد في سبيل الله. فإذن
المجاهد في سبيل الله في عبادة لو وفي معصية، وقطعا في عبادة، فهذا يكون كالمجاهد في سبيل الله، فيخرج إلى العمل، يخرج ليطلب لقمة الحلال إلى أهله وعياله، ويكون في حركته في ذهابه وإيابه في تقلبه في السوق هو بالحقيقة في عبادة. وعن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: لا تكسلوا في طلب معائشكم، فإن آباءنا يعني الأئمة عليهم السلام كانوا يركضون فيها في طلب المعاش ويطلبونها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العبادة 70 جزءا، وأفضلها جزءا طلب الحلال، أن الإنسان يطلب لقمة الحلال إلى عياله، هذه أفضل أجزاء العبادة. جانب آخر، يشجعون الأئمة عليهم السلام أهل البيت يشجعون على التجارة أصلا أكثر من طلب الحلال. عن الصادق سلام الله عليه أنه قال: التجارة تزيد في العقل. وعنه أيضا قال أن أمير المؤمنين قال للموالي: اتجروا بارك الله لكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الرزق 10 أجزاء، 9 أجزاء في التجارة وجزء في غيرها. وعندنا مجموعة روايات مروية بهذا المضمون، فأصلا التجارة جيدة، تجارة مطلوبة، وكلها هذه سبل للعبادة، سبل للتقرب لله سبحانه وتعالى. فالجانب آخر، أنا أخذ أمثلة طبعا، الأمور كثيرة المذكورة في نصوص أهل البيت، لا يسعني استقصاء كل هذا الجوانب. مثلا من الجوانب الجميلة عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: أكثروا من الأصدقاء في الدنيا. طلب الصديق، أن الإنسان يكون عنده صديق. أكثروا من الأصدقاء في الدنيا، فإنهم ينفعون في الدنيا والآخرة. كثر من الأصدقاء، خلي يكون الإنسان اجتماعي، يطلع يلتقي، يكون عنده أصدقاء، فإنهم ينفعون في الدنيا والآخرة. كيف يا سيدي؟ يشرح لنا، يقول: أما في الدنيا فحوائج يقومون بها، من تحتاج شيء من يساعدك؟ من يقف لك؟ صديق، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن أهل جهنم قالوا، ماذا قالوا؟ القرآن الكريم يحدث عن أهل جهنم، قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يعني أهل جهنم شو يطلبون؟ يطلبون الصديق وما لهم صديق. فاللي عنده صديق ينفعه في الآخرة أيضا. فنفس طلب الصديق، نفس الإنسان الحركة الاجتماعية الصالحة التي تحصل الصديق الصالح، الرفيق الجيد الذي يذكر الإنسان بالله، الذي يقرب الإنسان من الله، لا كل صديق طبعا، هذا أيضا نوع من أنواع العبادة. وهكذا نماذج كثيرة جدا، قلت لا يسعني استقصاء كل النماذج، لكن هذه تكفينا أن نعرف أن حياة الإنسان الطبيعية اليومية ممكن أن تنقلب إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد أهل البيت عليهم السلام عاشوا حياة طبيعية، تزوجوا، صار عندهم ذرية، تحركوا في الأسواق، كسبوا المال، أعطوا المال إلى آخره.
ما عاشوا حياة خاصة، عاشوا حياة متعارفة. فنحن أيضا نلتفت إلى هذا الجانب، نتخلق بأخلاق أهل البيت عليهم السلام، ونحول حياتنا اليومية بكل تفاصيلها إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولنكون مصداقا لدعوة سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذا اتضح هذا المعنى، ننتقل وإياكم بقلوبنا في هذه الليلة المنتسبة لقمر بني هاشم بطل كربلاء أبي الفضل العباس، ننتقل ونقف على أعتاب تلك التربة الطاهرة، نعلق قلوبنا على ضريحه الأقدس مع الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق يدخل إلى حرم عمه أبي الفضل ويقف على قبره الشريف ويزوره بالزيارة المعروفة. هذه الزيارة مروية بسند صحيح عن الإمام الصادق سلام الله عليه. وقلنا البارحة أن الأئمة عليهم السلام لا يتكلمون مجاملة أو عاطفة أو مبالغة، وإنما يتكلمون بكلام دقيق محسوب. بعد أن عرفنا أهمية أن يكون الإنسان عبدا لله، ماذا يقول الإمام الصادق؟ نقف بقلوبنا على ضريح أبي الفضل ومع الإمام الصادق سلام الله عليه، ونقرأ هذا المقطع من الزيارة. يقول له لأبي الفضل: السلام عليك أيها العبد الصالح، بعد المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالعباس عليه السلام بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر اللي هم الحسن والحسين صار ماذا؟ صار العبد الصالح. سليمان بذاك المقام يطلب من الله سبحانه وتعالى ويقول له: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والعباس وين؟ والعباس الإمام الصادق يقول له: السلام عليك أيها العبد الصالح، عبد وصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. ثم يستسلسل الإمام سلام الله عليه ويقول له: أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب. فالعباس عليه السلام إنما حظي على هذا المقام الرفيع الذي ملك قلوبنا، ملك قلوبنا بماذا؟ بعبادة الله سبحانه وتعالى وبطاعة أولي الأمر. هذه المقامات والمنازل الإلهية لا تعطى مجانا، وإنما تعطى نتيجة عمل، نتيجة عبادة، ونتيجة قرب من الله سبحانه وتعالى. هذا جانب في العباس سلام الله عليه. ثم ترقى أبو الفضل عن مرتبة العبادة، عن أن يكون عبدا لله ومطيعا لولاة أمره، ترقى إلى أن صار مواسيا لولاة أمره، ومرتبة المواساة أرقى من مرتبة العبادة. فواسى أخاه الحسين في حياته كلها، وتجلت مواساة أبي الفضل لأخيه الحسين لما أن وصل إلى المشرعة، وصل إلى الماء، جلس على النهر
ملأ قربته ثم مد يده إلى الماء ليشرب. تذكر هنا، تذكر عطش أخيه الحسين. يشرب أو ما يشرب؟ لو شرب العباس في هذه اللحظة حرام؟ مو حرام، يكون مطيع لله سبحانه وتعالى حتى لو شرب، ولكنه أبى أن يشرب مواساة للحسين عليه السلام، مواساة لأخيه، لأنه لما هم أن يشرب تذكر عطش أخيه الحسين. الحسين ولي الأمر عطشان وأنا أروى من الماء، هذا خلاف الوفاء، خلاف النصيحة، خلاف المواساة. فجلى سلام الله عليه في ذلك الموقف مواساة الأخ لأخيه، رمى الماء من يده وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. تالله ما هذا فعال ديني، ولا فعال صادق اليقين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يجعلنا وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، إنه أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حسين بعبرتي أنا جئتك تجري يمك دمعتي، أنا جئتك يا حسين بعبرتي، أنا جئتك تجري يمك دمعتي. يا حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، يا حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين. أنا جيتك والدمع بعيوني، خادمك يا أبو الوفا يسموني، مولاي ناخت ببابك ضعوني، قاعد ببابك أسولف حسرتي. يا حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين. لطي مام هير يو، لت هيم هير يور كولز. يا حبيبي نور عيني.
يا حبيبي نور عيني دمعتي ببابك اجيت ابكي لك حاجة عندي ورايدك تقضيها ايدي امدها لون ما تنطيها أرد مهضوم وحزين بعبرتي يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حبيبي نور عيني يا حسين. Salutations be upon you, O Rasulullah. Salutations be upon you, O Commander of the Faithful. Salutations be upon you, O Lady Zahra. Salutations be upon you, O Imam Hassan. Salutations be upon you, O Aba Abdullah. يا شهيد يا مظلوم يا غريب كربلاء. For the love of Imam al-Hussein alayhi salam, with the loudest of your voices, please recite three loud salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. In this holy night, the seventh night of Muharram, the night of Al-Abbas alayhi salam, Qamar bani Hashim, we send our deepest condolences to our beloved 12th holy Imam, Al-Imam Al-Hujjat ibn al-Hasan al-Mahdi ajallah farajahu al-Sharif, to our grand maraja, to our esteemed scholars, and to the Muslim community worldwide, as we revive the remembrance of Ahlul Bayt, in which we commemorate, mourn, and remember the tragedy of Ashura and the champions of Karbala. Dear brothers, in the last several nights, we have been in a state of reflection, contemplating about our state as individuals, trying to understand and examine what purpose did Allah subhanahu wa ta'ala create for us so that we can live in this world. What is our purpose? And we said that our purpose is that we want to achieve eternal happiness by being the best versions of ourselves. And in order to do that, we need to have a mentality of, I am in the driver's seat, I can, I am able, I am capable, that Allah subhanahu wa ta'ala has empowered me. And that when you're in the driver's seat, you need to identify your final destination, no other than paradise and Allah subhanahu wa ta'ala's satisfaction. And then you need to figure out a route, a path, a roadmap to get there. Now, in these discussions, the focus has been the individual. Each and every one of us reflecting and thinking about ourselves, our purpose, our mission, our goals in this life. Now, in this state of reflection, as we all strive to better ourselves, after spending a few nights talking about the individual and how each and every one of us can truly translate the principles of Al-Imam Al-Hussein alayhi salam in our daily lives, now let's build on the discussion by talking about our community. See, in this world, we don't live in isolation as individuals. We live as individuals as part of a community, a collective. The way Allah subhanahu wa ta'ala created us, the way Allah subhanahu wa ta'ala designed us, by design, we were created as social beings. And Allah subhanahu wa ta'ala refers to that in the Holy Quran, where He says,
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Allah subhanahu wa ta'ala refers to that, to the way He has engineered us, where He states, O mankind, indeed we have created you male and female and made you into tribes and nations so that you can identify with one another, so that you can know one another. Indeed, the most honorable in Allah subhanahu wa ta'ala's eyes is the most righteous. So, according to this verse in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that He has created us as tribes and nations, as groups, so that we can get to know one another. Meaning we need to establish bridges. We need to communicate. We need to talk as part of one community, as part of one society. And the emphasis on the sense of community in the Muslim nation, in the religion of Islam, is emphasized consistently in the traditions of the Prophet, peace be upon him, and Ahlul Bayt alayhi salam. We have a tradition where the Immaculate state that whoever does not care about the affair of the Muslims is not amongst them. I can't just say, you know what, I'm living my life, I'm successful, I'm happy, I'm doing well with my job, with my family, I'm good. If you identify yourself as a Muslim, one of the requirements is that you're part of that community. You need to be concerned about other Muslims. And inshallah, tonight we'll talk about how Islam doesn't only emphasize our engagement with other Muslims, it actually extends beyond that, even with other human beings, even people that don't share our faith. But it starts with our brothers and sisters in faith. So whether we appreciate it or not, whether we embrace it or not, if we are adherents of the message of Ahl Bayt alayhim salam, we have to identify within a community. We have to understand that we're part of a community and we need to be concerned about that community. Now in this night, and I will keep it brief because we want to spend some time remembering Al-Abbas alayhi salam and the tragedy. When we talk about community, one of the starting points, dear brothers, and I want your undivided attention on this, is the sense of brotherhood. When we say Al-Abbas alayhi salam, when we mention his name, what is one of the first words, one of the first ideas, images that comes to mind? Loyalty, brotherhood, right? For me, every time I think about Al-Abbas alayhi salam, I think about a brother. A brother not only in blood, but an expanded definition of brother in the sense that a brother is someone in your community that is around you, that you care about, that cares about you. Even though you might not share the same blood, you share common principles and values. Right now, in this hall, I want you to look to your right and to look to your left. Look to your right, look to your left. The people that you see around you in this hall are your brothers. Not necessarily the person that you're looking to the right or the left is your brother in blood. Probably not. But they are your brother in faith. They share the same principles and values. You have the same purpose, you have the same mission, you have the same vision, you have the same goals. But we need to appreciate that and act on that. And that's what Al-Abbas alayhi salam did on the land of Karbala, not only with his brother Al-Hussein alayhi salam, but with his brothers, the companions, the champions of Karbala. Dear brothers, let's think about this for a second. Let's enter a moment of reflection. As individuals in a community, where in order to have a strong, vibrant community, we need to have that sense of brotherhood. Let's ask ourselves, do we truly have that nowadays in our societies, in our community? Do we actually throughout the year
come together, sit down, talk, know one another, address our concerns, address our issues. See, dear brothers, each and every one of us goes through struggles. We go through hardships. We face crisis in our lives. And unless we have people around us that are our brothers that care about us, that genuinely care about us, our state, our happiness, we won't have that support that we need. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. The concept of brotherhood was emphasized very early on in our religion with the Prophet, peace be upon him. When we examine the life of the Prophet, peace be upon him, when he departed from Mecca and he went to Medina, he came into Medina and he established a community, a very successful community, a lasting community. And today we are an extension of that community. One of the first things that the Prophet did when he went to Medina is he established a mosque. He built a mosque. That mosque became a central hub for his community. It was the place that brought everyone together. It was a place where people prayed together, where they congregated, where they addressed social issues, where they resolved conflicts and problems. There were many dimensions to it: the spiritual dimension, the social dimension, the family dimension. That place was that focal point, that community center that brought everyone together. That was one of the first projects the Prophet, peace be upon him, established in Medina. Not only did he do that, but the Prophet, peace be upon him, actively engaged in resolving conflicts amongst the people that compromised that sense of brotherhood in the community. He reconciled between different tribes that he had conflicts. See, in Medina, there were two large groups, the Muhajirin and Al-Ansar. Those people, one of the groups were the individuals that migrated from Mecca to Medina. The other group were the locals of Medina. And the locals of Medina, they had two major tribes. And those two major tribes for 120 years were engaged consistently in conflict, in war. The Prophet, peace be upon him, brought them together and he set them down and he resolved their issues. Why? Because in order for them to be successful as individuals, as a group, they needed to mend their issues and problems. The Prophet, peace be upon him, emphasized that. And he exemplified it in the way he dealt with people. Whenever he saw tribes, families, groups at conflict, battling, at war, whatever the reasons may be, he tried to intervene and interject to resolve their issues. Now, here today, let's ask ourselves, do we have that concern for the people around us when we see family members or friends having issues and conflicts? Do we care to intervene in a positive way to resolve those issues, or do we just stay on the sideline and say, you know what, let it be? Or even worse, sometimes we add more fuel to the fire and we become a catalyst in perpetuating that problem. Dear brothers, tonight is the night of Al-Abbas alayhi salam. And drawing from the example of Al-Abbas alayhi salam, if there's one thing that we can take away from his life, if there's one thing that we can be inspired by, is that commitment and devotion that he had to brotherhood. Brotherhood that builds families, brotherhood that builds communities, brotherhood that establishes a system of support for one another. It is lacking in our communities. I say this very honestly, whether here in Dearborn or in other communities, we're lacking that sense of brotherhood. Some of the individuals, actually most of the khiddam, the servants of Al-Husayn alayhi salam that are in the mokib, I only see them during the days of Ashura. I go a whole year without seeing them. Sometimes I run into them by chance. But what brings us together is the love of Al-Imam Al-Husayn alayhi salam. How amazing is that? How incredible is it that we can go a whole year not talking to one another, but during those 10 days we find each other so engaged as true brothers
rallying around the same principles. But that's not good. That's not healthy. It's not healthy for me to see you or for you to see me just once a year. We have to have a system where we regularly and consistently throughout the year be able to come together, to congregate, to talk, to address some of the issues that we have. If you have a concern, if you have an issue, maybe you had a challenge, a problem in your life, maybe you're struggling in school, with your family, at work, whatever the case may be, and you need people around you that can be positive, that can lend you a hand, that can pick you up when you're falling. We need that sense of brotherhood to do that. And one of the things that I would like to encourage all of us, and I remind myself here, first and foremost, is to have gatherings. This is very practical. Let's have gatherings throughout the year. It doesn't have to be too frequent. It doesn't have to be every week. You know, everyone is busy. People have school, work, family commitments. It doesn't have to be every week. But let it be consistent. Whether it's every 2 weeks or every month where we come together as brothers, first of all, it would be refreshing to, you know, get away from all the distractions of life and all of the struggles. And we sit down, we hang out, we just talk. I check on you, you check on me, what are you doing, what am I doing? How is the state of our community? What can we do to help one another? A lot of times it's these gatherings where an idea is born that can be the next big project or the next big endeavor in the community. We need to have those gatherings. Again, it doesn't have to be too much because it might be overburdening. Just once a month. As brothers, we come in. Nothing too formal, nothing too sophisticated. We just come in, whether it's at a house or a mosque or a hall, whatever the case may be, and we just see each other. We just hang out. We just chill. That in itself is very healthy. That will allow us to establish a sense of bond with one another, which we need, which we truly are in need of nowadays. Listen, I see it every day, whether it's at the law firm or with the different organizations, including Mainstay, that I am part of. I see young shabab, youth, that have hit rock bottom, whether they have addictions, drugs, alcohol, gambling, or they have a substance abuse problem, or they have a mental health issue. They hit rock bottom, and they stay with their face on the floor. You know why? Do you know why? Because there's no one around them to pick them up. There's no one to lend them a hand. All of us go through ups and downs. All of us have or will at one point or another possibly hit rock bottom. Something doesn't go right in our lives. Allah subhanahu wa ta'ala is testing us. We make a mistake. We veer off. When we hit that rock bottom, we need someone that can be there for us, that can lend us a hand, that can allow us to get back on our feet. How many shabab, how many youth do we have in our community that are sitting in jail, in prison? There's a lot of them. I don't know if you know that or not. There's a lot of them. Young shabab, your age and my age, they're sitting in prison. Some of them will spend the rest of their lives in prison. Why? Because they got in trouble, whether it's with drugs or crime, whatever the case may be. We need to have a system where, number one, with individuals that get into trouble on that level, we need to have a support system. We need to help them. Even if it's visiting them in prison, that would be a noble act. If you have a friend that's in prison and maybe you can be a light in his life, go and visit them. Go and visit them. Go spend some time with them. Go take them a book. Go take them the Holy Quran. Maybe they can open that book. Maybe they can open that Quran and read a few verses that can reignite some love, some commitment, some passion for Ahlul Bayt alayhi salam, that can allow them to reconnect with Allah subhanahu wa ta'ala. You can be the means for that. Two, we need to have these gatherings, these different projects where we come together and help one another, where we educate one another, where we enlighten one another,
so that we can stay on course. Because if we don't have that, if we don't have that support system, if we don't have that push, we're gonna go left and right, and we're all susceptible to that. None of us are immune from that. We need to make that happen. And we can make that happen, even as Shabab, even as youth. This project, which is blessed by Imam al-Hussein alayhi salam, was established by youth. As I'm speaking right now, these youth, some of them are recording, some of them are in the kitchen cooking, some of them are preparing for the latum. They're doing all sorts of things. They're young Shabab. All they have is passion, commitment, and love for Ahl Bayt alayhim salam. They have come together and they said, we want to do this khidmah, this service for Al-Hussein alayhi salam, and they made it happen. And personally, I am so proud of them. Truly, I am proud of all of them. And what's beautiful about them is that they're a diverse group. And I see them. I see them behind the scenes. I see them every single day, working so hard to put all of this together. Why? Because they believe in the sense of brotherhood. Because they want to make sure that they remain on the path of Ahl Bayt alayhim salam, and that their friends, their community members, and their kids will also remain steadfast on that path. And if we have that commitment, I promise you, actually don't take my promise, take the promise of Lady Zainab alayhi salam when she stood fearless before Yazid, and she said, by Allah, you will never eradicate our remembrance. Wallah lan tamhu dhikrana. And indeed, this majlis is a testament to those words, that we continue to revive that remembrance. Let's use these majalis, not only during the 10 days of Ashura, to ignite a flame of support, of hard work, of commitment to our community. Each and every one of us has that responsibility. And none of us can do it alone. We can only do it through us coming together as a collective, as a team. We let our egos on the side and we come together and put everything together for the love of Ahl Bayt alayhi salam. When we do that, subhanallah, what can we accomplish? We will continue to break the glass ceilings. Nothing will stop as a hindrance in our way. But we need to first make sure that we have the right principles in mind, the principles that are driven by Ahl Bayt alayhi salam. We take those principles, we act upon them, we implement them in terms of our practices, our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, first and foremost, our relationships with people, our transactions. And then we work as a group, as a collective. I see it with this wonderful group of Shabab that I commend and salute. May Allah subhanahu wa ta'ala bless and reward all of you. And I see it even with other groups. But we need to do more. And even different groups, let's come together. It's more power and strength for all of us. That's the inspiration that we have from Al-Hussein alayhi salam. That's what moves us every night. That's the passion for his love. Please recite aloud salat ala Muhammad. وآلي محمد Now dear brothers, in this night the night of Al-Abbas alayhi salam, let's take our hearts to the land of Karbala. And let's recall what happened on the day of Ashura on the plains of Karbala. For the love of Al-Abbas alayhi salam, with the loudest of your voices, please recite aloud salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند ديف عاشوراء عند الهند في كربلاء الإمام الحسين عليه السلام stood on the plains looking around after all of his companions after all of his loyal supporters laid there on the plains of Karbala making their ultimate sacrifice he would look around looking for a supporter looking for a companion but no one was answering the call no one was there for their souls have departed and al-Hussein alayhi salam is left all alone on the plains of Karbala he would look around he would call on al-Qasim Ali al-Akbar Habib Muslim I call upon you answer me al-Hussein standing there making a call one last time هل من ناصر ينصرني هل من ناصر ينصرني هل من ناصر ينصرني The call would be heard by one man who watched over as the champions of Karbala fell. He ached for Hussein, a pain you could not spell, for the brave companions couldn't quell the thousands that stood with the devil's smell, one after the other. Yes, one after the other, he watched them go. One after one, their blood would flow, flow onto the sands of Karbala and stain, flow into the hearts of the believers and gain. The companions and the sons of Ali gave their lives only to be free and rejoice with the Prophet happily, for the love of Hussein is all they could see. For the love of Hussein is all they could see. One man. Yes, one man was left. One man, yes, one man was left. There was one man, just one, that was greater than any sum. One man that was left. One man that was left. There was one man, just one, one that was greater than any sum, one that could be defeated by none, one that could take down the whole world and then some. One that could take down the whole world and then some. One man. O enemies of Hussein, O enemies of Hussein, gaze and peer. This is our entire army. You see it clear. I dare any of you to come and fight. Come near, but you won't. You can't. You have only fear. You have only fear. For this, this is Abbas, the servant brother. This is Hussein's shield, his spear and cover. This is Abbas, the flag bearer of Hussein. This is his backbone, his torch and flame. A man chosen by God to be a son of Ali, who was born happily to give his life to the prince of the free, like his father, Haydar al-Karrar. He would never flee. Like his father, Haydar al-Karrar, he would never flee. He holds the unwavering flag of Hussein. He holds the unwavering flag of Hussein. He is one with him. He feels his pain. He stands in his father's eternal name. The sands of Karbala with his blood he will stain. For Abbas, yes, Abbas will defend us all. He will never let the banner fall. Abbas will sacrifice everything and give it all. And to the children he will not stall. But that would be the wrenching of his heart.
a call from the children would tear him apart. Abbas hears a cry. From Sukaina, he hears a cry, Uncle, Uncle Abbas. He hears the calls of the children. He hears them wail and cry. Water, please. Water, please. We're so thirsty. Water, please. Anyone hurry. Water, please. We're so thirsty. Water, please. Someone hurry. They see him outside the tent, standing so tall. Their faces brighten up, and the children rejoice. For he, Abbas, is the champion by Hussein's choice. Sukaina comes to her uncle. Sukaina comes to her uncle and says, a drink of water, my uncle Abbas. A drink of water, my uncle Abbas. Just a sip so we can let this pass. Is this something for us you can amass? Is this something too much to ask? Oh, uncle Abbas. Oh, uncle Abbas. Broken his heart. Broken his heart, how can he deny? Anxious he is to give a reply. Sukaina, Sukaina, my niece, don't you cry. I'll bring you water, don't even sigh. Everything will be okay. Worry not. Please give me that smile. It means a lot. So he brings her in and he holds her tight. He brings her in and he holds her tight. She's eased by him, her smile so bright. Sukaina is reassured and then she goes back. She returns to the children and to the pack. And now Abbas goes before Imam al-Hussein. Abbas would go before Imam Hussein, and though he was rejected before, just the same, to enter the battlefield, he asks again, but in a different way, I come back to you, my master Hussein. Now I come back to you, my master Hussein, with this request, Ya Aba Abdullah, Ya Hussein, let me ease the children's pain. I will only go forth and get some water, and to the camp I will return by God's name. With pain and reluctance, the Imam granted him his pass. So the champion would go on to amass, on his horse riding so fast, ripping through the enemies, there was Abbas. Ripping through the enemies, there was Abbas. Through the arrows and through the strikes, through the growls and through the bites, through the battle and through the fight, the greatest was Abbas's might. The greatest was Abbas's might. The enemies were baffled. Yes, the enemies were baffled. With every strike and every blow, they couldn't tell, they wouldn't know who was this commander they stood below. With every move and every gallop, he was just like the brother of the Prophet, Asadullah al-Ghalib, the line of God, like his father Ali ibn Abi Talib. With every move and every gallop, he was just like the brother of the Prophet, Asadullah al-Ghalib, the Lion of God, Ali ibn Abi Talib. Abbas would come down to the river. Yes, Abbas would finally come to the river and dip his hands into the water. Abbas would come down to the river and dip his hands to drink. From dehydration, he would shiver, and for a moment, he would let his eyes blink. And to himself, he would think, oh self, how dare you rest and drink when Hussein is at the very brink of pain and thirst about to burst. Oh self, how dare you rest and drink when Hussein is at the very brink of pain and thirst about to burst. So Abbas, he fills the satchel and he lets the water go.
Yes, Abbas fills the satchel and he lets the water go. I will remain thirsty. Let the world know. To Zainab and the children I will go and deliver this trust. The world will know. The world will know. Abbas alayhi salam, after filling the satchel with water, he would get on the horse, having the satchel over him, holding on to it, holding on to the banner of Al-Hussein. On his horse, Al-Abbas determined and committed to go back to the girls, to go back to the women, to quench their thirst, to give them the water. Al-Abbas alayhi salam, this valiant warrior, a reflection of his father Ali ibn Abi Talib. On his horse he would storm back. Umar ibn Sa'd would hear him. He would tell his soldiers, "Oh soldiers, stop him. Oh soldiers, don't let him to get back to the camp with the water. Oh soldiers, if Hussein quenches his thirst, he would wipe you all." So then the soldiers, they would gather in the tens, in the hundreds, planning to kill Al-Abbas. However, Al-Abbas alayhi salam, fearless, relentless, he would storm through them. Some of the soldiers of Yazid would come around him. They would approach him. Al-Abbas alayhi salam would fend them off from the right, from the left, killing them. No one can confront him. No one can stop him. And then amongst themselves, these soldiers, knowing that Al-Abbas would not be able to be confronted, knowing that they wouldn't be able to fight him one-on-one, some of the soldiers, one of them, they would plan, they would plot to come behind him. One of the soldiers, he would hide, and then he would come, and then he would strike Al-Abbas on his right arm. Al-Abbas alayhi salam, trying to hold on to the banner, to the water. He was there, still grabbing onto the water, still holding on to the water. Al-Abbas alayhi salam, with no right arm, he continues, he's fighting, he's killing them. And then another soldier from the other side, he comes and he strikes Al-Abbas on his left arm, severing his left arm. Al-Abbas alayhi salam, losing his right arm, losing his left arm, but still holding on to the water, for he had a mission. He can hear the cries of Sukaina. He's remembering the tears of Ruqayya. Imagine the scene. Al-Abbas on his horse, in his blood, trying to hold on to the water. And then the soldiers, merciless, they start throwing rocks at Al-Abbas. They start shooting arrows from every direction, from every side. An arrow strikes his eyes. Al-Abbas alayhi salam, his tears and blood mixed together. More arrows, another arrow strikes his body, his heart, his chest. And then the arrow that killed Al-Abbas, an arrow that penetrated the satchel. Al-Abbas holding on to the water, he falls to the plains of Karbala. On the plains of Karbala, Al-Abbas falling down for the first time. While he was laying, he would call on to his brother Hussein. For the first time in his life, he would address him as Master Hussein, Imam Hussein. He would call out,
أخي حسين، أخي حسين، أخي حسين، الإمام الحسين. Hearing the scream, the shout of Al-Abbas, he would come forward with a broken back. Al-Husayn alayhi salam walking towards Al-Abbas. As he approaches him, one step at a time, Al-Abbas alayhi salam laying on the plains, his eyes covered with blood. He would hear the footsteps. He would hear the sound of someone approaching him. Al-Abbas, in a low voice, not knowing who that person was, thinking it was a soldier, he would say, "Oh man, please don't kill me. Please don't finish me. Let me see my brother Hussein for the last time. Let my eyes see him." Al-Hussein answers him. He tells him, "Oh Abbas, I am your brother Hussein. I am your dear Hussein." Al-Hussein alayhi salam, he would come to Al-Abbas. Al-Abbas on the plains with the arrows in every part of his body, in his blood. Al-Husayn would kneel down. He would sit next to him. And then he attempts to take Al-Abbas's head in his lap. He would do that, but then Al-Abbas would remove his head. He does it a first time. Al-Abbas removes his head. He tries a second time. He places Al-Abbas's head in his lap. Al-Abbas would remove his head a third time. So then Al-Husayn, he looks at Al-Abbas. He tells him, "Oh Abbas, my brother Abbas, why don't you let me place your head in my lap? Oh brother Abbas, let me comfort you." Al-Abbas alayhi salam would tell Al-Husayn, "Oh brother Hussein, how can I put my head in your lap when in only a few moments, which lap will you place your head in? Oh Hussein, I have your lap right now, but who will be there to comfort you?" Al-Hussein looking at Al-Abbas, crying, weeping, for this is his Abbas, for this is his brother, for this is his flag bearer. Then Al-Abbas alayhi salam, he has one final request. He would ask from Al-Hussein, he would tell him, "Oh brother Hussein, Akhi Hussein, I have one request. What is it, oh Abbas?" Abbas tells his brother Hussein, "Oh brother Hussein, remove the arrow from my eye. Oh brother Hussein, wipe the blood. Let me see you for the last time. Let my eyes look into your eyes. Let me see you. Let me see you. Oh brother Hussein." And then Al-Husayn alayhi salam, holding on to Al-Abbas, he would try to hold him, trying to hold Al-Abbas in his arms to take him back to the camp. But Al-Abbas, he tells his brother Hussein, "Oh brother Hussein, I beg you, I plead to you, don't take me back to the camp. Why, oh Abbas, the women and children are waiting for you." Al-Abbas tells Al-Hussein, "Oh brother Hussein, don't take me back, for I don't have the water for Sukaina. I promised her I will bring the water,
I promised her I will quench her thirst. How can I go back without the water? So then Al-Hussein, in those moments, looking at Al-Abbas, Al-Abbas, laying there on the plains of Karbala, saying his last words, As-salamu alayka ya Abu Abdullah, As-salamu alayka ya Hussein. His soul departs, Al-Abbas is martyred on the land of Karbala. رحم الله من نادى وعباسا وشهيدا ومظلوما الحسين عليه السلام. Leaving behind Al-Abbas, heading back to the camp with a broken back. This whole time, despite all of the challenges, despite all of the difficulties, Al-Hussein was able to withstand all of that. But this, the martyrdom of Al-Abbas, killed him. He would say for the first time, Al-Ar inkasara dhahri. الآن انكسر ظهري يا عباس يا عباس يا تعنى من الخيام للعلقم حسين والله تعنى يا من الخيم للعلقم وحسين يصيح بصوت يا عضيد وقعت وين آي 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 بعد ما شوف والله ما شوف دربي أضوى العين. هنا عندما وصل الحسين عند أخيه العباس حس العباس بحركة شخص إلى جانبه فقال له يا هذا أقسم عليك بمن تعبد إلا أمهلتني حتى يأتيني أخي الحسين أودعه ويودعني. فقال الحسين يا عباس أنا أخوك الحسين. ثم وضع الحسين رأس العباس في حجره فأخذ العباس رأسه من حجر أخيه ورمى به على الأرض فسأله الحسين أخي عباس لما صنعت هذا؟ قال العباس الآن تضع رأسي في حجرك ولكن بعد قليل من الذي يضع رأسك في حجرك؟ فأراد الحسين أن يحمله إلى المخيم فامتنع العباس وقال له لقد نزل بي الموت والثاني قد وعدت سكين بالماء وأنا مستحن منها. شقل العباس ناي قلنا يا خويا حسين خليني بمجاني يا خويا حسين خليني بمجاني يقيل لي اشياء زهرة زماني يقيل وعد يتسكن تراني في هذه الأثناء يا موالين فاضت روحه الطاهرة
أي رحم الله من نادى وعباسا وسيدا وعباسا، فبكى الحسين وقام ينادي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، يا خويا انكسر ظهري وما اقدر اقول، يا خويا انكسر ظهري وما اقدر اقوم، وصرت مركز يا خويا لكل الهموم، يا خويا يا خويا استوحدون خلافك القوم ولا واحد بعد علي ينغر يا خويا. الحسين عليه السلام going back to the tents with a broken back. He would approach the tent of Al-Abbas. He would put down the pole. Al-Abbas's tent falls to the plains of Karbala. The woman, the children, Lady Zainab, Sukaina, as soon as they see the tent falling down, they shout out, "Wa Abbasa, Wa Abbasa." Lady Zainab alayhi salam. Imagine Lady Zainab, her heart, what's on her mind, knowing that her brother, her protector, Al-Abbas, has been killed. Lady Zainab alayhi salam, the poets would describe from a distance, she would call on to Al-Abbas, she would call on to him every time in her life, wherever she went, when she would call on Al-Abbas, Ya Abu Fadl, he would answer. She would try this time, Ya Abu Fadl, Ya Abu Fadl, تدري بالطفل المدلل يا أبو فاضل على الماء يشقد توسل يا أبو فاضل تحيرني شلون ترحل يا أبو فاضل اليتامى كلها تسأل يا أبو فاضل عمنا شو تعطل يا أبو فاضل اليتامى كلها تسأل. العباس, if he was able to answer, what would he say? What would he tell Lady Zainab? لا تجيني, لا تجيني زينب يكتلك ونيني, لا تجيني مقطع يساري ويميني, لا تجيني والسهام نابت بعيني. Lady Zainab and Al-Abbas, a brother and his sister, if they were able to talk, what would they tell one another? The poet would describe Lady Zainab addressing Al-Abbas and Al-Abbas answering her. Lady
Lady Zainab alayhi salam, addressing Al-Abbas, what would she tell him? لحظة خوي انتظر لحظة يا خوي انتظر محلى جمالك يا البدر ما اقدر اشوفه معتفر هيد لزينب يا القمر لحظة بقبلها الشفوف قبل ان تقبلها السيوف عباس لا زينب تعوف تبقى غريبة يا القمار لحظة اشم من حرق لحظة أشم من حرك بشبع منك وانظرك بشتاق خويا المنظرك من هو بعد مثلك يا القمار Lady Zainab speaking to Al-Abbas she would remind him of his mother Zahra, she would tell him, سلم على أم الزهرة ولا تنسى بوية خبرة بنتك بقت من سترة لمن مضى وراح القمار العباس He would answer Lady Zainab Imagine that scene Take your hearts to Karbala Think of Al-Abbas In those moments What would Al-Abbas tell Lady Zainab What would he tell Sukaina What would he tell the world سامحيني سامحيني عن نهر لو طاحت يساري ويميني سامحيني سامحيني وهذه آخر كلمة ما بينك وبيني يمي الأحزان حان الوداع هذا حكم الله وعلينا أمر جاري يا أختي واليوم اعتذر جيت وارجو منك ان تقبلين اعتذاري اقسم عليك بكسر ضلع الزكية خاف اكون مقصر بحقك عليا أقسم عليك بكسر ضلع الزكية خاف أكون مقصر بحقك عليا خاف أكون مقصر بحقك عليا حلليني واعذريني خاف اروح وما ارد لا ترتجيني سامحيني سامحيني عن نهر لو طاحت يساري ويميني وسط الخيام من تسمعين بالعطش تتعالى صرخات اليتامى
صبري الأطفال لا ينوحون ساعة والعباس يرجع بالسلامة وعدت عبد الله وزكينة ورقية أجلب الماء وشربهم بدي أجلب الماء وشربهم بدي تعرفيني أوفديني لكن شبيد العمد صوب جبيني سامحيني 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 وهذه آخر كلمة ما بيني وبيني سامحيني سامحيني عن نهر لو طاحت يساري ويميني سامحيني سامحيني وهذه آخر كلمة ما بيني وبيني فرجع الحسين إلى المخيم ويعمد إلى خيمة العباس فيميط العمود عنها تسقط على الأرض فتأتيه ابنته سكينة تقول له أبي ما لي يراك رجعت وحدك إذن أين عمي العباس يقلها أنا الحسين يقلها يا سكنة راح عباس يا سكنة راح عباس وراح الضغم واللي يرفع الراس يقول هنا عندما سمعت الحوراء زينب صاحت وأخاه وعباسا وضيعتنا بعدك زينب هنا عدها عتاب لأبو فاضل ها شو تقول له تقول أخويا يا أخويا خويا تروحي شلون يا عباس تمشي وما تودعني خويا تروح شلون يا عباس تمشي وما تودعني عيني تربت بدربك يا روحي ويا كافلني وبعد شو تقول له تقول له اخويا صديق يم النهر نايم ما تنشد بعد عني اخويا يا عباس يا اخويا اخويا صديق يم النهر نايم ما تنشد بعد عني
وراسك بالعمد مصيوب وسهم العين كاتلني اخويا سهم العين اخويا كاتلني بعد تقل ما تنهض يا اخو زينب ما تنهض يا اخو زينب قلبه عليك لينحب ما تقعد تجاوبني تروح شلون يا عباس تمشي وما تودعني يا تروح شلون يا عباس تمشي وما يا تودعني مأجورين إن شاء الله أجرك على الحسين الكل على حيل إن شاء الله حتى نبدأ مراسم العزاء يا حسين ومصايب زين يبتي وين ويتنادي يلا بالشباب هلا بيكم ليلة العباس زينب وين ويتنادي يا حسين يا الذي يشرك يبطر في لساني زينب تي وين ويتنادي يا خويا يا ويصبي عيني هلا هلا بالشباب ويا حسين يا الذي يشرك يبطر في لساني زينب تي وين ويتنادي زينب تي وين ويتنادي يا حسين يا الذي يشرك يبطر في لساني زينب تي وين ويتنادي حبيبي مأجور رحم الله والديه صلوا على محمد محمد اريدو في الزكيه اريدو في الزكيه الزكيه يا سيف اشهد علي علي اصير بكربلاء حيدر وسوي المشرعه خيبر أصير بكربلاء حيدر وسوي المشرع خيبر يا سيف اشهد علي أريدك تساعدني الليلة وتبيض وجهك أمام الزهراء بعد الصلاة على محمد وآل محمد أريد في الزكية يا الزكية يا سيف اشهد علي
أريد أفوز زكية يا زكية يا سيف اشهد علي علي أصير بكربلا حيدر وسوي المشرع خيبر أصير بكربلا حيدر وسوي المشرع خيبر يا سيف اشهد علي علي هلا أريد أفوز زكية زكية يا سيف يا سيف اشهد علي هلا أريد أفوز زكية يا سيف يا سيف اشهد علي أصير بكربلا أصير بكربلا حيدر وسوي المشرع خيبر أصير بكربلا أريد أريد أفل يا سيف يا سيف اشهد علي أصير أصير بكار وسوي هلا هلا عمي هلا بالشباب أصير بكار بلا حيدر وسوي المش يا سيف اشهد علي علي هلا أريد أفل زكية على الهواء لا تستعجل وي إيدي أريد أفل زكية زكية يا سيف اشهد علي علي أصير بكربلا حيدر وياي وسوي المشرع خيبر أصير بكربلا حيدر وسوي المشرع خيبر يا سيف اشهد علي أيهم وكل زلم حيدر حيدر واحد يبهى الناس أموك المن حمل حملة الشعب حيدر بالباس أنا وبس أنا شيبها أنا من أحمل وأنا العباس بفعلي راس رفع عنه بفعلي راس رفع عنه وعسى شيركم تدنقي الراس الوعد يم الشريعة الشريعة وحق ضلعيل ودي على ودي هلا يا الوعد يم الشريعة الشريعة هي وحق ضلعيل ودي على ودي هي أخلي الدم نهر أحمر وسوي المشرع خيبر أخلي الدم نهر أحمر وسوي المشرع خيبر يا سيف اشهد علي جواب هلا يا أريد أفل يا سيف اشهد علي أصير أصير أيهم وكل الزلم حيدر حيدر واحد يبهى الناس لخادم الحسين منتظر العبادي موكي اللي زليم حيدر حيدر واحد يبهى الناس
ومو كل من حمل حملة الشابه درب الباس انا وبس انا شبه من احمل وانا العباس بفعلي راس ارفع عنه وعسى تشركم تدنقي الراس وعد يم الشريعة شيري هلايا وحق ضلعيل ودي على ودي يا ليل وعد يم الشريعة شيري هي وحق ضلعيل ودي على ودي اي اخلي الدم نهر احمر واسوي المشرع خبر اخلي الدم نهر احمر واسوي المشرع خبر يا سيف اشهد علي علي اريد اوفي أريدو في الزيتي يا الزيتي يا سيف يا سيف اشهد علي أصير أصير ايه موسى عصته صارت حية وبيها ذكركم هذه عصته بشفي تيبلع كل صوارمكم انا سحري العشق لحسين انا سحري العشق لحسين وبسحري انا ازيلكم تلقوني بسحر فرعون خلوا سحري ينفعكم انا اليوم الصمد صمد وبن ودل اريد الاري هلا انا اليوم الصمد ايه وبن ودل اريد اري ايه ارد بدر واحد واكثر واسوي المشرع خبر ارد بدر واحد واكثر واسوي المشرع خبر يا سيف اشهد علي الزكية يا سيف يا سيف اشهد أريدو في الزكية يا سيف يا سيف اشهد أصير 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 بكار ايه انا جعفر وانا الحمزة وانا الكرار ابو الحملة انا جعفر وانا الحمزة وانا الكرار ابو الحملة وحق زينب واخوها حسين وحق زينب وخوها حسين وحق الضام عبد الله اللي خليها الجثثها اليوم اللي خليها الجثثها اليوم يا أمي المشرعة تله يسجلكم
أخلي الموت يموتك لكم يبسجله أنا بسيف المنية المنية هلا يعيش بالحامل حمية أنا بسيف المنية يعيش بالحامل حمية أخسف كربلا أقدر وأسوي المشرع خبر أخسف كربلا أقدر وأسوي المشرع خبر يا سيف اشهد علي أريد أفوز جيا يا سيف يا سيف أصير 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 أيوه يا هالعسكر إذا كانت الريح بطاعتي سليمان ريح الموت سيرها وأعصف بها على الميدان تصير بطاعتي هي تصير بطاعتي هي وقيلها تخير الفرسان جبل أنا وعلى القمة جبل أنا وعلى القمة نصابت الزينة بالصيوان على قمة قمرها قمر أي حصن أبني الخدر هال هي على قمة قمرها يا حصن أبني الخدر هال هي وصفا غيرتي عسكر وسوي المشرع خبر وصفا غيرتي عسكر وسوي المشرع خبر يا سيف اشهد علي أريد أفوز جيا يا سيف أصير أصير خادم خادم يا هالعسكر إذا كانت لخادمة بالفضل العباس منتظر العبادي يا هالعسكر إذا كانت الريح بطاعتي سليمة ريح الموت سيرها هو أعصف بها على الميدان تصير بطاعتي هي وقيلها تخير الفرسان جبل أنا وعلى القمة جبل أنا وعلى نصابت الزينة بالصيوان على قمة قمرها حصن أبني الخدر هلا على قمة قمرها حصن أبني الخدر هي وصفا غيرتي عسكر وسوي المش أصفا غيرتي عسكر وسوي المشرع خبار يا سيف اشهد أريد أريد أفيل يا سيف يا سيف
أصير أصير علي بخيبر طلع هالباب بجفه واقتحم حصنه اعيدا خيبر هاليوم اعيدا خيبر هاليوم وعلي انا الامثل انه الشريعه خيبري وانتم اليهود البيها ميتحصنه اسويها العساكر باب اسويها العساكر باب ويبكفي اقيل عنه مثل حيدر قلعته قلع هلا يا حصن خيبر دخلته اي 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 مثل حيدر قلعته اي اي حصن خيبر دخلته اي انا ابن اليكر ما يفر واسوي المشرع خبر انا ابن اليكر ما فر واسوي المشرع خبر يا سيف اشهد علي اريد اريد اوفل يا سيف يا سيف أصير أصير برب الحيدر وسوي المشرع خيبر أصير برب الحيدر وسوي المشرع خيبر يسير بشهد علي آيا هنا حيدر رجعت لكم أنا صاحب بدي روحني أشوف العامري أنتم أشوف العامري أنتم ورسول الله يمثل حسين جيتي ولو خطف سيفي أسوي العامري نصين جيتي ولو خطف سيفي أساوي العامرين الصين أنا العباس أخو زينب أنا العباس هلا بعد أنا العباس أخو بعد بعد أنا العباس أخو اي ذخرني لها يا ابو الحسنين حصن هذي يمنتي يمنتي اي لابو اليمه يسرتي هلا يا حصن هذي يمنتي يمنتي اي لابو اليمه ويسرتي هي وحصن هالراية للخدر وسوي المشرع خبر حصن هالراية للخدر وسوي المشرع خبر يا سيفش أريد في الزكية يا سيف أصير 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 بكربلا حيدر خادم خادم يا سيف اشهد علي علي هي أنا حيدر رجعت لكم أنا صاحب بدي روحيني أشوف العامري أنتم ورسول الله يمثل حسين
جيتي ولو خطف سيفي أساوي العامرين الصين أنا العباس خوزي أنا بنال إلك إلك هلا يا أنا العباس خو بعد أنا العباس خو زينب ذخرني الهاي أبو الحسنين حصن هذي يمنتي هلا يا أبو اليمة ويسرتي اي اي حصن هذي منتي اي اي لابو اليمة ويسرتي وحصن هالراية للخدر وسوي المشرع خبر حصن هالراية للخدر وسوي المشرع خبر يا سيف اشهد اريد اوفيل يا سيف يا سيف اشهد اصير بكار اسمعنا حبيبي رحم الله والديك اقطع اللطم ان شاء الله الليله عندنا ثلاث دقات نسوي ووراها ان شاء الله ندخل بالنزله ثلاث دقات اريدك على راحتك ولا تستعجل رحم الله والديك صلوا على محمد وآل محمد خليك على ايدك اقعد يا سبع القنطره وانظرني بعدك صفيت محيارة انطل وجهوي اقعد يا سبع القنطرة وانظرني بالعين ايدك علي ها اقعد يا سبع القنطرة وانظرني بالعين بعدك صفيت محيرة انطيل وجهي خويا اجيت من الخيم صوب الشريعة قالوا لي شفينك يا ابو فاضل قطيعة بعدك يا شيء للعالم ضيعت نضيعه قربت اشوف انها العده يم الصواوي قربت اشوف انها العده يم الصواوي يلعاهدتني للوطن تاخذني بحمار اثقل شويه بعد يا العاهدتني للوطن تاخذني بحمار لا تعتذر لي الوفي هل جيتك انخاك بلا يسرى اقبل تنتهض وبلا يمنى ظهر يا عباس انكسر من بعدك حسين ظهر يا عباس انكسر من بعدك هلا يا العاهدتني للوطن تاخذني بإحماك لا تعتذر لي الوفي هل جيتك انخاك بلا يسرى اقبل تنتهض وبلا يمناك ظهر يا عباس انكسر من بعدك حسين
ظهري يا عباس انكسر من بعدك حسين الشاعر منتظر العبادي وصلت عساكرها الخيم حاطت خيمنا تصرخ يا عباس الحارة قوم انهض لنا يلبي الشداد بك انتخي في الشدة صرنا يلبي الشداد بك انتخي في الشدة صرنا قوم انتهض واحمل خيم يا ابن الميامي قوم انتهض واحمل خيم يا ابن الميامي انظر يا خويا اللي صبر وارحم غربته عايل لك بحين الحجر صواب جبهته سهم المثلث يا القمر صاب بجبهته سهم المثلث يا القمر صاب بجبهته من مهرة طاح على الأرض والكبدة نصيب من مهرة طاح على الأرض والكبدة نصيب يما وقف شمر الخنة انهض يا عباس سب الوصي وسب فاطمة وعلى الصدر داس عاين يا عباس الشمر بجفوفه يا راس عاين يا عباس الشمر بجفوفه يا راس سحقا وأخونا بلا رحم وسط الميادي سحقا وأخونا بلا رحم وسط الميادة هذا أخوك على الرمح الراس شالو عاري الجسم يا بالفضل عالرمضة خلو هذا أخوك على الرمح الراس شالو عاري الجسم يا بالفضل عالرمضة خلو قل لي يا عباس شبع صواني حرقو صوت الشمر يلعب على متون النساوي صوت الشمر يلعب على متون النساوي أنا ذبح الزلم صقاركم أنا ذبح الزلم صقاركم يا هو ورطكم علي وداكم يا هو ورطكم علي يا هو ورطكم علي ود أنا ذبح الزلم صقاركم أنا ذبح الزلم صقاركم يا هو ورطكم علي وداكم يا هو ورطكم علي أنا ذبح الزلم صقاركم هذا جوابك أنا ذبح الزلم صقاركم يا هو ورطكم علي أنا ذبح الزلم صي الله 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 ما أريد النهر جاي عليكم ما أريد النهر جاي عليكم سيفي مشتاق وعلي حاجيكم ما أريد النهر جاي عليكم سيفي مشتاق وعلي حاجيكم هي جرت سيفان أقضيكم هي جرت سيفان هلا هي جرت سيفا نقض حظي سواها وعلي جاباكم حظي سواها وعلي جاباكم أنا ذبح الزلم ضبها أنا ذبح الزلم صقا أنا ذبح الزلم إيه الله 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 ما أريد النهر جاي عليكم سيفي مشتاق وعلي حاجيكم ما أريد النهر جاي عليكم سيفي مشتاق وعلي حاجيكم هي جرت سيفا نقضيكم هي جرت سيفا بعد هي جرت سيفا نقضيكم إيه حظي سواها وعلي جاباكم
جاباكم حظي سواها وعلي جاباكم انا ذبح الزلم صق انا ذبح الزلم بعد انا ذبح الزلم هي ويلي 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 راح اعلكم واجركم وانتقم راح اعلكم واجركم وانتقم شح راح تصير عدكم بالزلم من دماكم راح اغرق هالخيم من دماكم راح اغرق من دماكم راح اغرق اي راح افيض كربله من دماكم راح افيض كربله من دماكم انا ذبح الزلم اي انا ذبح الزلم اي انا ذبح الى الشاعر مهند العبادي اي ويلي 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 راح اعلكم واجركم وانتقم شح راح تصير عدكم بالزلم من دماكم راح اغرق هالخيم من دماكم راح اغرق اي راح افيض كربله من دماكم راح افيض كربله من دماكم انا ذبح الزلم انا ذبح الزلم اي انا ذبح الزلم اي انا ذبح الزلم الك الك اي انا ذبح الزلم اي انا ذبح الزلم اي الله 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 من اجر سيف في اجر بيد السماء من اجر سيف في اجر بيد السماء لو قمت بكم تقوم القائمة ياهو قال القوم ترجع سالمة ياهو قال القوم ترجع هلا ياهو قال القوم ترجع اي والله ورتكم ترى الجاباكم والله ورتكم ترى الجاباكم انا ذبح الزلم هلا انا ذبح الك الك اي انا ذبح الزلم صقاركم انا ذبح الزلم صقاركم انا ذبح الزلم اي الله 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 من اجر سيف في اجر بيد السماء لو قمت بكم تقوم القايمه من اجر سيف في اجر بيد السماء لو قمت بكم تقوم القايمه ياهو قال القوم ترجع سالمه ياهو قال القوم ترجع سالمه ياهو قال القوم ترجع بعد ياهو قال القوم ترجع اي والله ورتكم ترى الجاباكم والله ورتكم ترى الباكم انا ذبح الزلم صبحه اي انا ذبح الزلم اي انا ذبح الزلم اي ويلي 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 وين خيركم يجي لاقيني وين خيركم يجي لاقيني يوقف قبالي واشوفه بعيني وين خيركم يجي لاقيني يوقف قبالي واشوفه بعيني ارد اراويه ايش تسوي مني ارد اراويه ايش تسوي مني ارد اراويه ايش تسوي هلا ارد اراويه ايش تسوي بعد ارد اراويه ايش تسوي انا ابو فضل ترش عبالكم انا ابو فضل ترش بالكم انا ذبح الزلم انا ذبح الزلم انا ذبح الزلم اي الله 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 يستر من هجم كفالها الله يستر من هجم كفالها مشرع عبد الفحل هشالها ما سلم من سيف حتى خيالها ما سلم من سيف حتى ما سلم من سيف خيالها ما سلم من سيف حتى بعد ما سلم من سيف حتى اي انا ابو فضل نعم ذبحكم انا ابو فضل نعم ذبحكم انا ذبح الزلم اي انا ذبح الزلم بعد انا ذبح الزلم اي انا ذبح الزلم صح اي انا ذبح الزلم
يا علي يا علي يا علي ويا يا علي 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 اي الله يستر من هجم كفالها الله يستر من هجم كفالها مشرع عبد الفحل هشالها الله يستر من هجم كفالها مشرع عبد الفحل هشالها ما سلم من سيف حتى خيالها ما سلم هلا ما سلم من سيف احد اي انا ابو فضل نعم ذبحكم انا ابو فضل نعم ذبحكم انا ذبح الزلم تعبت انا ذبح الزلم صقاركم انا ذبح الزلم اي ويلي 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 وين خيركم يجي لاقيني وين خيركم يجي لاقيني يوقف قبالي واشوفه بعيني وين خيركم يجي لاقيني مهند العبادي وين خيركم يجي لاقيني يوقف قبالي واشوفه بعيني ارد اراويه ايش تسوي يميني ارد اراويه ايش تسوي ارد اراويه ايش تسوي يميني ارد اراويه ايش تسوي بعد ارد اراويه ايش تسوي اي انا ابو فضل ترش عبالكم انا ابو فضل ترش عبالكم انا ذبح الزلم اي انا ذبح بيت الدعاء يا الله 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 هذا خط الموت يا زلمه يعبر هذا خط الموت يا زلمه يعبر مشرع حصتي واجيب بهن فخر هذا خط الموت يا زلمه يعبر مشرع حصتي واجيب بهن فخر راح ادق موكب ووزع بنهر راح ادق موكب ووزع راح ادق موكب ووزع راح ادق موكب ووزع ايه راح اموتكم عطش بخيامكم راح اموتكم عطش خيامكم انا ذبح الزلم صقه انا ذبح الزلم بعد انا ذبح الزلم ويلي 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 هذا خط الموت يا زلمه يعبر هذا خط الموت يا زلمه يعبر مشرع حصتي واجيب انها فخر هذا خط الموت يا زلمه يعبر مشرع حصتي واجيب انها فخر راح ادق موكب ووزع بنهر راح ادق موكب ووزع راح ادق موكب ووزع راح ادق موكب ووزع ايه راح اموتكم عطش بخيامكم راح اموتكم عطش بخيامكم انا ذبح الزلم قاركم انا ذبح الزلم ايه انا ذبح الزلم صقاركم انا ذبح الزلم ايه انا ذبح الزلم صبح هلا انا ذبح ايه الله 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 راح اعلكم واجركم وانتقم شحة راح تصير عدكم بالزلم راح اعلكم واجركم وانتقم شحة راح تصير عدكم بالزلم من دماكم راح اغرق هالخيم من دماكم راح اغر من دماكم راح اغر اي راح افيض كربلا من دماكم راح افيض كربلا من دماكم انا ذبح الزلم خادم انا ذبح الزلم صقاركم انا ذبح الزلم اي يا علي 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 وين خيركم يجي لاقيني وين خيركم يجي لاقيني يوقف قبالي واشوفه بعيني وين خيركم يجي لاقيني يوقف قبالي واشوفه بعيني ارد اراويه ايش تسوي مني ارد اراويه ايش تسوي مني ارد اراويه ايش تسوي
أنا أبو فضل ترش عبالكم، أنا أبو فضل ترش عبالكم، أنا ذبح الزلم، أنا ذبح الزلم قاركم، أنا ذبح الزلم. إيه الله 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 يستر من هجم كفالها، الله يستر من هجم كفالها، نشرع عبيد الفحل هشالها، الله يستر، الله يستر من هجم كفالها، نشرع عبيد الفحل هشالها، ما سلم من سيف حتى خيالها، ما سلم من سيف حتى. أنا أبو فضل نعم ذبحكم، أنا أبو فضل نعم ذبحكم، أنا ذبح الزلم داركم، أنا ذبح الزلم، ألطم ألطم، أنا ذبح الزلم داركم، أنا ذبح الزلم. ايي ويلي 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 ويلا، ما اريد النهر جاي عليكم، ما اريد النهر جاي عليكم، سيفي مشتاق وعلي حاجيكم، ما اريد النهر جاي عليكم، سيفي مشتاق وعلي حاجيكم، هي جرت سيف وانا اقضيكم، هي جرت سيف، هي جرت سيف وانا اي، حظي سواها وعلي جاباكم، حظي سواها وعلي جاباكم، انا ذبح الزلم صي، انا ذبح الزلم بعد، انا ذبح الزلم ياكم يا ويلي 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 ويلي. الله 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 يستر من هجم كفالها، الله يستر من هجم كفالها، نشرع عبيد الفحل هشالها، الله يستر من هجم كفالها، نشرع عبيد الفحل هشالها، ما سلم من سيف حتى خيالها، ما سلم من سيف حتى. اي انا ابو فضل نعم ذبحكم، انا ابو فضل نعم ذبحكم، انا ذبح الزلم ضبها، انا ذبح الزلم ياركم، انا ذبح بيت الدعاء. الله 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 الله، هذا خط الموت يا زلمه يعبر، هذا خط الموت يا زلمه يعبر، نشرع حصتي واجيب انها بفخر، هذا خط الموت يا زلمه يعبر، نشرع حصتي واجيب انها بفخر، راح ادق موكب واوزع بنهار، راح ادق موكب واوزع بنهار، راح ادق موكب واوزع بعد، راح ادق موكب واوزع، اي راح اموتكم عطش بخيامكم، راح اموتكم عطش بخيامكم، راح اموتكم عطش بخيامكم، انا ذبح الزلم صقركم، انا ذبح الزلم